الناس الكل عليها بالصف، باللي يصنعها للي يبيعها للي يشربها. توا دو جور اون جور ولينا ناخذ القهوه كل يوم ويوم، حتى الفورنيسير ما عندوش تكلموا ما عندوش. أشهر والتوانسة يلوجوا عليها من بلاصة لبلاصة، هي اللي تفيق ملايين من التوانسة وتعدل الراس. القهوة اللي يعملوا عليها كيف، حتى هي للأسف ما فهمش. نخدموها بفن، نخدموها بكيف، التوانسة يحلفوا بها يقولوا راس الشادلية. يعني اليوم بولدي بالمشاكل اللي احنا نشوفوا فيها صايرة اليوم في يعني في فقدان القهوة دي ثار الكيف. أواخر شهر أوت 2022، هذه صور الكاميرا الحقائق الأربع من داخل مخازن الديوان التونسي للتجارة، مخازن شبه فارغة وكميات قليلة من البن. احنا في قلب أزمة نقص القهوة. وقتها مدير الديوان طمنا أنها أزمة عابرة وأيامات والأمور باش ترجع منظمة والقهوة تتوفر في السوق. هكا كانت وعود ديوان التجارة التونسي. أما هل تحسنت الوضعية والقهوة رجعت في السوق، خاصة وأنه ما عاد يفصلنا على شهر رمضان، كان أقل من شهرين برك، الشهر اللي فيه آلاف التوانسة ما يحشوا كان على القهوة. ناقصة ياسر القهوة. تبيعوا للناس الكل كيما يحبوا الكميات ولا؟ لا 200 جرام الناس الكل، والناس الكل تروح حرام. 200 جرام بركة يا مدى، كل كليون قرطاس ب 200 جرام، وساعات قهوجية نعطوهم هكا الباك واثنين ناخذ خاطر. قهوة فما ولا فماش؟ قهوة تونسية ما فماش. جملة؟ فما كان لامبورتاسيون. شو معناها لامبورتاسيون؟ يعني طليانية، عندنا نوعية بتاع طليان مش ديما موجودة زاد. بصي البن كنا ناخذوا في البن بتاع 15 تو ولينا ناخذوا في البن بتاع 35. على خاطر المسنسي تخدموا بيهم فماش معناها؟ فماش مفتوح. عندك بن خويا؟ والله ما عندي. جملة؟ جملة. قداش عندك ما عندكش بن؟ شهر؟ أكثر من شهر شوية. أكثر من شهر ويجيبوا لك حتى 100 جرام بن؟ حتى جرام. كان قبل الفورنيسور يجي يحط لك ستوك اللي يلبسوها نتاعك بالشهر ولا بالجمعة ولا كيما تعمل هذا الكل. اليوم ولينا كل يوم ويوم وما يحبش يعطيك الكوموند خاطر المارشي والكونتيتي ناقصة برشا. فما قهوة سكرت على خاطر اليوم ولا غدوة ولا بعد غدوة ما يلقاش السلعة. دونك إذا ما يلقاش البن باش يخدم طبعا ملزوم عليه باش يسكر، علاش باش يحل. القهوة لليوم مقطوعة في السوق، القهوة جاية يسلكوا في أمورهم بالسيف، وأغلبهم تلز يشري أنواع مستوردة وأغلى. الجروسيستية يديبانيو في الناس بمية ومئتين جرام، أما العطارة ريحة القهوة ما شموهاش عندهم برش. هذا حال السوق في بلاد تستهلك 2 ملايين قهوة يوميا، يعني 100 طن من القهوة كل يوم و30 ألف طرناطة في العام. معناها إقبال المستهلك على المنتوج هذا مضمون في تونس. ملا علاش ما فماش قهوة في السوق؟ باش نفهموا الخلل وين لازم نرجعوا لنظام تزويد القهوة في تونس. كل الكميات اللي حكينا عليها تجي عن طريق مصدر واحد، ديوان التجارة التونسي، مؤسسة حكومية تحتكر استيراد 5 مواد أساسية من بينها القهوة. والهدف من التحكم في مونوبول القهوة هو بالأساس التحكم في أسعارها، وخاصة الحرص على توفيرها الدائم في السوق. من ناحية المبدأ هي ممارسة باهية برشا، لكن بين المنشود والموجود فما فرق كبير. أسابيع ما ناخذوش قهوة بالكل، والمخزون الاستراتيجي متاع كل مصنع للقهوة نفذ غادي وين ظهرت النقص الكبير في القهوة على السوق، لأنه بكل بساطة المصانع اضطرت أنها تغلق أبوابها وتسرح العمل متاعها. منذ سنوات ديوان التجارة التونسي يختنق ويعيش صعوبات مالية كبيرة بسبب الخسائر اللي يتكبدها. بين 2011 و2021 خسر أكثر من 700 مليار توانسة، وعشرات المليارات منها خسارة في جرة القهوة برك. قداش تخسروا في الكيلو؟ ها قلت لك 15 100 الف. انت والشارية. والقهوة الصافية أكثر من 2000. أكثر من 2000. 2 دينارات خسارة في الكيلو في سوق تستهلك 100 طن يوميا. يعني خسارة ب 200 مليون كل يوم.
72 مليار كل عام. قدام العجز هذا الديوان ما لقى حتى حل، كان يتسلف من البنوك 100 مليار كاملين بين جانفي وأوت 2022 برك، باش يولي بقبق في ديون تتجاوز 500 مليار تواس. وهكا ادخل ديوان التجارة في دوامة، خاصة في آخر 6 شهور، وخلق أزمة في القهوة، أزمة مرشحة أنها تتواصل الأشهر الجاية وخاصة في شهر رمضان، إذا ديوان التجارة هو الوحيد اللي يجيب في القهوة وما عندوش منافسي وياخذ في قروض باش يجيب القهوة والمواد الأخرى. ملا علاش القهوة مفقودة؟ الحقائق الأربعة يتمكن بصفة حصرية باش يوصل اللب المشكل. باش نستوردوا القهوة، الديوان يعمل طلبات عروض دولية، ديزابيل دوفر، تشارك فيها شركات من العالم الكل. الشركة اللي تربح الصفقة أول ما تخلص في فلوسها من الديوان تشحن الكميات في الباتوات وتبعثها، وعادة بعد شهر ولا اثنين على أقصى تقدير توصل لتونس. أما تبعوا مليح اللي صاير في الصفقات هذه من جوان 2022. صفقات جوان 2022 اللي المفروض تخلص من وقتها باش توصل في أوت وتأمن حاجيات السوق، خاصة السبتمبر وأكتوبر والشهر اللي من بعد. الصفقة الأولى 1200 طن اعتماداتها البنكية ما وفرها الديوان كان في جانفي 2023، بعد أكثر من 7 شهور تأخير، وما تشحنت الكميات كان أيام التالي. الكميات اللي المفروض تكون وصلت من أوت 2022 ما هي باش توصل كان في أواخر شهر مارس 2023. الصفقة الثانية 1600 طن، نفس الوضعية بالضبط، هي زادة تحب لها شهرين أخرين على الأقل باش توصل في آخر مارس 2023. أما الصفقة الثالثة 1200 طن اللي مصحة من جوان 2022، لليوم الديوان ما دبر لهاش فلوس باش يخلصها. كيفها؟ كيف صفقات نوفمبر 2022 وجانفي 2023؟ إذا كان لاليت دو كريدي ما تتحلش، المزود ما يشحنش القهوة نتاعه ولا ما يسمحش على كل حال بقدومها لتونس. باختصار كبوس هذا على راس الاخر. هكا يخدم ديوان التجارة التونسي اليوم، المسؤول الوحيد على جلب مواد أساسية للتوانسة، والسلعة اللي المفروض توصل في شهرين ما توصل كان بعد قرابة 10 شهور كاملين. وهذا السبب الرئيسي في الأزمة اللي صايرة منذ 6 أشهر في القهوة. ومش هذا برك اللي خلى السوق ما فيهاش قهوة، هو أنه حتى الكميات اللي قاعدة توصل في الأشهر الأخرى البورتراتس هي زادة معطلة. تعرفوش علاش؟ لأنه ديوان التجارة ما عنده باش يخلص الديوانة التونسية ويخرج سلعته، ووصل حتى يخلص بالقسط بالقسط، يخلص قسط اليوم ويخرج جزء من المخزون، وبعد أيامات يخلص قسط آخر ويزيد يسلك جزء من الكوموند اللي موجودة في بورتراتس. في جويليا وأوت 2022 وين القهوة كانت موجودة في البورت، لكن تمكنوش من أنهم يخلصوا معاليم الديوانية لإخراج القهوة وضعها في المخازن وتوزيعها. الديوان التونسي للتجارة وصل عنده عشرات الحاويات اللي موجودة في بورتراتس اللي كان عاجز على إخراجها ووضعها في المخازن متاعه. ديوان فلس وكل يوم يزيد يخسر المليارات، والدولة اللي دورها توفير المواد الأساسية هي اليوم السبب الرئيسي في انقطاعها في السوق. زعما علش الإصرار على التحكم في مونوبول القهوة؟ علش الدولة ترفض أنه الشركات هي اللي تستورد القهوة؟ منطقيا الإجابة على الأسئلة هذه هي أنه الدولة تتحكم في القهوة باش تسيطر على أسوامها وتحمي القدرة الشرائية للمستهلك اللي هو المواطن العادي. أما حتى شيء من هذا الكل ما هو صاير في تونس اليوم، وهاو باش نفسروا لكم كيفاش. ديوان التجارة يشري القهوة ويستوردها بأسوامها في السوق العالمي ويبيعها للمصنعين ب 7583 مليم الكيلو،
المصنعين يبيعوا الكيلو ب 12730 مليم تقريبا لتجار التفصيل، باش في الاخر يخلط للقهوجي ب 14560 مليم الكيلو. اما اذا خلط البن للقهوه ولا خاصه لي سالون دو تي، الاسوام حر وكل واحد يبيع على كيف، رغم انه استفاد من السعر شبه المدعم من الدولة. نسبة المصاريف اللي يقوم بها التونسي في ما يخص القهوة 80% منه هو خارج البيت، يعني في المقاهي وفي المطاعم 80%، يعني ما فما حتى تحكم في القدرة الشرائية متاع التونسي، ما فما حتى مصلحة ليه في الوضعية هذه. 60% من الكميات متاع القهوة الخضراء اللي يبيعها ديوان التجارة لمصنعي القهوة، واللي هو يخسر في كل كيلو يبيعهن حوالي 4 دينارات، ماشية للمقاهي اللي هما يبيعوا بشكل حر تماما. الدولة اللي خلقت مونوبول باش تحمي المستهلك من الغلاء في أسعار القهوة، أما جات في آخر مرحلة وسيبت الأمور وحرت الأسعار، باش نلقاو اليوم أسوام القهوة في المقاهي وخاصة قاعات الشاي تتراوح بين دينار وحتى 6 و7 دينارات، وقت اللي كل أصناف المقاهي من القهوة الشعبية للي في المناطق السياحية وحتى النزل الكلهم يشريو كيلو البن بنفس السوق، والقهوة ما تتكلف لهم كان 500 ملي. قهوة طبعا كي باش تعصرها يلزمك طبعا قبلي، فما عباد تطلب في قبلي، دونك قبلي عندك طبعا القهوة، عندك السكر، عندك المغارفة إذا كان جتاب، عندك الحليب إذا كان كابيسان ولا ديريكت، هذا الكل معناتها نجم نقولوا معناتها حس تقريبا التكلفة متاع في المواد الأساسية معناتها تلقى معناتها يتكلف 400 ولا 500 فرنك القهوة. تحرير سوم بيعان القهوة في المقاهي كان من المفروض أنه باش يمشي معه بالتوازي تحرير شراء القهوة والسماح للمصنعين أنهم يستوردوا هما زاد القهوة، وهذا كان اتفاق مع وزارة التجارة تقريبا من 2016، لكن لليوم الدولة متشبثة بالمونوبول اللي هو سبب الأزمة الحقيقي. رمضان على الأبواب، تعرفوا اللي استهلاك القهوة في تونس في شهر رمضان تزداد توصل حتى ترتفع نسبة 50%، لأن في نفس الوقت اليوم الديوان التونسي للتجارة ما يوفرش كان 50% من الحاجات السوق العادية. وضعية مقلقة برشا ناس، كما عم عادل صاحب أكثر قهوة يحنولها التوانسة خاصة في سيدي رمضان، قهوة الخطاب على الباب. عم عادل متحير على رمضان وعلى القهوة العربي متاعه، وأول مرة من 40 سنة خدمة طار له الكيف من القهوة. ما هيش موجودة ولدي القهوة، يعني بالنسبة للخدمة نتاعنا يعني وصلنا ناخذ فيها حتى بالمية جرام مثلا، نلقاو البن هذايا موجود في بلاصة نبعثوا مثلا باش ندبروا 100 جرام لأول مرة، 200 جرام الثاني مرة، 150 جرام الثالث مرة، يعني وليت أنا الوقت اللي عديوه الأولاد اللي يخدموني يمشيوا يدوروا بالبلاصة أكثر من اللي نخدمه، مش نتلز يمكن نهار من نهارات أنا في رمضان نقول نوقفها القهوة دي، على خاطر إذا كان تصورني أنا 200 جرام شنو باش تعمل لي في خدمتي في رمضان؟ باش نولي أنا نهار من نهارات نعطي كاس حليب للحريف، يعني يجيني يقول لي اعطيني كابيسان نقول له خذ كاس حليب، اعطيني قهوه عربي نقول له ما عنديش، وصلت انا نقول ما عنديش وصلت. عم عادل والقهوجي والمصنعين والتوانسه الكل فدوا من الوضعيه هذه، زعما شنو ينجم يكون الحل؟ بحديثنا مع المتداخلين الكل في سوق القهوه لقينا شبه اجماع على اقتراح، وهو تحرير شراء واستيراد القهوه. تونس هي الوحيدة استثناء عالمي في التحكم في سوق القهوة اللي هي سوق تنافسية بامتياز. الدول اللي بجنبنا كما الجزائر، كما المغرب، كما ليبيا، كما البلدان الإفريقية، مصر، سوق القهوة هي سوق حرة. الحلول اللي نقترحوها هي أولا التحرير التدريجي لتصدير القهوة، يلزم يقع تحرير بشكل تدريجي. إذا كان معناتها الإشكال في الامبورتاسيون وفي الديستريبيسيون يلزم معناتها يوفرون السلعة،
ولذا حتى اذا كان فما زياده صغيره ما نجدد، حتى كان اذا كان مع ديوان التجاره ماهيش قادره باش تجيب الكميه اللازمه باش توفر لاصحاب المقاهي في كامل الجمهوريه، ما فيها باس اذا كان يرخصوا بعض الشركات باش يجيبوا وحدهم باش ما نقعدوش معاه في الازمه هذيك. فما قهاوي سكرت على خاطر اليوم ولا غدوه ولا بعد غدوه ما يرقاش السلعه، دونك اذا ما يلقاش البن باش يخدم طبعا ملزوم عليه باش يسكر، علاش باش يحل. حتى القهوجي قابل انه سوم كيلو البن يزيد، ويأكد انه حتى كان غلا سوم الشراء سوم القهوه للحريف تقريبا مش باش يزيد، وهكا القهوه تتوجد ديما والدوله يخف عليها الحمل. ديوان التجاره الغارق في الديون وكل يوم يزيد يغرق، ما عادش برشا وتوقف الزنقه بالهرب ويصبح عاجز تماما على توفير القهوة. لكن رغم هذا الدولة شادة صحيح أنها تواصل التحكم في استيراد القهوة، إصرار غير مفهوم خلى برشا ناس كيفهم القهوة يطير اليوم.